سير دوان شنايتي مدرب الفريق النسوي امل تيزنيت، النتيجه ديال التعادل اليوم واش كانت مرضيه لكم؟ ايوا في الحقيقه في الميدان ديالنا نقولوا ما غير مرضيه، وبلي كتشوف بان راه دابا راه جوج ماتشات سواء ديال الماتش ديال رجاء اكادير في اكادير في اخر لحظه عاوتاني لا ميم شوز مشى علينا التعادل، وهنا في التيران ديالنا مشى علينا الانتصار. يعني النتيجه ما نقولش مرضيه، ولكن المهم كنقول انا عندي مشكل في ليفيكتيف ملي كنكون عندي دوك لي 11 اون 30 كنلقى مشكل سيرتو في البديل في لو بونتوش، يعني لو بونتوش ديالي شي واخا ما اللي كان كنقولوا البنك ديال الفريق، يعني ما كنلقاش البديل ديال سيرتو لي ميم بوست اللي كنبدل لي شونجمون، خصني نبدل كاع التشكيله لداخل ديال الميدان. شي شويه ديال نقولوا الحكم، ما غاديش نقولوا الحكم كامل، الحكم علينا وعليهم كما كيقولوا، كنقول ليه حتى هو يزيد يحسن في المستوى ديالو كما كنطلبوا الفريق النسوي ديال امل تيزنيت، حتى هو يحسن المستوى ديالو. وبالنسبه لباقي المقابلات ان شاء الله في البطوله 10 مقابلات المتبقيه، واش كتشوف ان شاء الله في المستقبل؟ ان شاء الله كاين مستقبل، علاش لا، عندي طموح وعندي واحد الاحساس بان عندي فريق الحمد لله اللي يقدر ينافس على الصعود، علاش لا، وسميتو سيرتو لان النتائج اللي كنديروا على برا والمقابلات اللي كنديروا على برا يعني مقابلات مزيانين الحمد لله. كما قلت لي عندنا اصابات، هذا الشيء اللي هو تاثر علينا شي شويه، وعندنا اصابات سيرتو الهجوم ديالنا بو رمضان فاطمه اللي تعرض لنا دابا المقابله الثانيه دابا ما كتحضرش، عندنا صفاء حتى هي اللي هي عندها اصابه، وعندنا كيكون حتى هي اللي قطب الدفاع اللي كنقول انها هي اللي 90 ولا واخا با اكزاجيرين نقول 90% ديال الفريق تايرا عندها اصابه وكتلعب الاصابه، هذا هو المشكل عندنا. وليفيكتيف راه كما كتشوف 14 وحده في لو بونتوش، ويعني كنضطروا انه نكونفوكيو اللاعبات اللي اصلا ما ترينوش، عندهم امتحانات في اكادير. هذا الاشكال ديما كنقولوا ان الفريق مقسم على جوج ايكيب، كاينين يلاه 6 البنات كترينيو هنايا و8 في اكادير، كنضطر بعض الخطرات نمشي حتى لاكادير ندير حصه تدريبيه، وهنايا وجوج حصص تدريبيه ما كافياش لان داخلين في لا كومبيتيسيون. وكما كنقول عندنا مشكل ديال ليفيكتيف، هذا المشكل اللي عندي انا اللي كنتخوف منه سيرتو ملي كنكونوا الاصابات ويكونوا لي زيكزامان ويكونوا دي زيكجيسونس ديال ليفي، كاين اللي ما كتبغيش باقي كنقول لك اودي كتشوف مع النتائج كتقول لك لا واش غادي نخسروا ديما واش سميتو، كيبقى فيهم شي شويه الحال. يعني كنضطر انني نطعم فريق بنات جداد اللي ما عمر عندهم كانت عندهم تجربه في الميدان، والحمد لله ما عندي طموح كما كنقول، وغنبنيو الفريق ان شاء الله اللي غادي يشرف مدينه تيزنيت ان شاء الله. وبمناسبه اليوم العالمي للمراه كنقول لكم مبروك وكل عام وانتم بخير وكل نساء المغرب بخير. مرحبا بك في جريده المنبر الرياضي الالكترونيه، بغيناك تهضري لنا على هذه المقابله ديال اليوم على المسار ديال فريق الوئام وئام اكادير في هذه البطوله هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول كنقدم التهاني لكل المراه في هذه المناسبه ديال 8 مارس، وفريق ديالنا راه لعب يعني لعب بواحد الجو ديالته مازال لعب مزيان، باقي التحكيم اللي عندنا راه باقي عندنا الهمش في الكره النسويه ديال المغرب مهمشه يعني لدرجه الاسوء. كنتمنى من المسؤولين يشوفوا الحاله ديال البنات، وكاينين البنات اللي باغيين يلعبوا باغيين يوصلوا، بس الامكانيات اللي عندنا ما كايناش. الفريق ديالنا باللعبات ديالته كيلعبوا مزيان كل شيء، ولكن التحكيم ديما كيهرسهم كيهرس الانسانيه ديالتهم. واش المقابله هذه النتيجه ديال التعادل كانت كترضيكم ولا كنتو كترضوا؟ ابدا ابدا ابدا، هذه النتيجه ما كترضيناش، حنا اصلا ما كترضيناش هذه النتيجه، لان اللاعبات ماشي شي لعابات تيزنيت، يعني اللعب ديالهم شويه ضعيف، ولعبنا دابا ما لعبناش مع 11 لعبنا مع 12، يعني لعبنا حتى مع الاربيت. الله كنشوف هاد المسؤولين اللي يشوفوا هاد لي زاربيت اللي تيعطيوهم يكونوا حكم في هاد المقابلات هادو، انهم كيهرسوا النفسيه ديال البنات.